السلام عليكم ورحمة الله. حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على الإنفاق في تجهيز جيش العسرة، وبدأ الصحابة يتنافسون في تلبية نداء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في المقدمة اثنان، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فأقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ووضع في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 دينار، فنظر إليها الرسول وأخذ يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ثم أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بنصف أمواله ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيش. وأنزل الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وفي طاعته ومرضاته كمثل حبة زرعت في أرض طيبة وأصابها الغيث، فإذا بها تنبت بإذن الله وتخرج ساقا، وإذا الساق تتشعب إلى 7 شعب، في كل شعبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، والناقة المخطومة هي اللي فيها خطام أو زمام وتكون صالحة للحمل والركوب، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. والله يضاعف الأجر لمن يشاء بحسب الإخلاص والنية وحال المنفق من اليسر والعسر. وحال النفقة، هل هي من حلال أم من حرام؟ هل وضعت في موضعها الصحيح؟ وانتبه جيداً، المال الذي تنفقه في سبيل الله هو المال الباقي لك، أما المال الذي تكنزه فهو مال ورثتك. ولماذا لا ننفق المال في سبيل الله؟ والمال مال الله، أن ننتظر خسارة هذا المال أم ننتظر الموت؟ وبالنفقات في سبيل الله تكفى وتحمى ويغفر لك وتنجو يوم القيامة إن شاء الله. والله واسع الفضل، واسع العطاء، ومع هذا فهو عليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحق، عليم بالمقاصد والنيات، عليم بأفعال عباده وأقوالهم. جزاكم الله خيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.